السلام عليكم حبة المشاهدين والمتابعين، احييكم من أرضية ملجأ الرئيسي في الكرنفال الاستذكاري لفقيد الساحرة المستديرة مصطفى السعدون المحمداوي. طبعا الكرنفال من تنظيم وإشراف لجنة جسر ديالة، حيث يلتقي فريق الأنيق يواجه فريق النجوم. طبعا قناة السفاح الرياضية تتواجد لتغطية هذا الكرنفال الكبير. نعم أحبة المشاهدين والمتابعين، على بركة الله تعالى نبدأ بأول لقاءاتنا مع رئيس لجنة جسر ديالة الرياضية وأعضائها. طبعا أكيد الكابتن أبو علي والكابتن ياس الخفاج وكذلك أعضاء اللجنة الكابتن عماد مرينو وكذلك مصطفى. على بركة الله كابتننا الغالي يريد كلمة استذكارية للمرحوم مصطفى سعدون وكذلك هذه الجماهير والشخصيات الرياضية الحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. حقيقة اليوم هذا العمل عمل بسيط نقدمه على روح المرحوم الكابتن مصطفى سعدون، ونقدم باسم منطقة شباب منطقة جسر ديالة ولجنة شباب جسر ديالة ونادي جسر ديالة إلى عائلة المرحوم مصطفى سعدون وإلى منطقة جسر ديالة وإلى كافة الرياضيين الحاضرين في هذا الكرنفال، لأنه الفقيد مصطفى سعدون قدم الإنجازات الكثيرة، وما بينها أنه رفع اسم عائلته ورفع اسم منطقته ورفع اسم العراق على مستوى المحافل الدولية. وهذا العمل البسيط ما هو إلا شيء قليل نقدمه إلى منطقتنا ولا أهالي المرحوم، وكذلك نشكر كل من قام بالحضور وبإقامة هذا الكرنفال الرياضي، وبالخصوص الكابتن خضير بر أبو علي وكابتن عماد مورينيو والكابتن مصطفى جاسم كابتن فريق الأمل والكابتن وبرعاية الكابتن صبار خميس الراعي الرسمي لهذا الكرنفال، وكل الرياضيين الكابتن ناجي صافي والكابتن حسين حمود والكابتن مصطفى أخوان المرحوم مصطفى سعدون وعائلته، نقدم لهم شكرنا لحضورهم. وكذلك الشكر موصول إلى لاعبين نادي النفط الكابتن محمد وزملائه الرياضيين الحاضرين في هذا الكرنفال ونتشرف بحضورهم ونقول لهم شكرا لكم لحضوركم لهذا المكان، ونقدم شكرنا أيضا إلى كل من ساهم وحضر في هذا الملعب ملعب جسر ديالة، ونقول إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم ومن الله التوفيق. شكرا لكم. نعم أحبة المشاهدين والمتابعين، لقاءاتنا مستمرة الآن معي الكابتن عماد مورينو والكابتن مصطفى. طبعا أكيد كابتن نريد من عندك كلمة بما أنه أنت العضو البارز في لجنة جسر ديالة، أكيد كرنفال تقليدي كبير للمرحوم الراحل مصطفى سعدون، والمباراة تعرف بين فريق الأنيق وفريق النجوم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أحب أمس عليك وأيضا على السادة المشاهدين ومتابعين قناة السفاح الرياضية، هذه القناة المبدعة بمجالاتها الرياضية. أيضا خلف الكواليس عباس السفاح المصور الرائع والمبدع الفوتوغرافي الكابتن عباس، وحياك الله. واليوم حقيقة نورت المنطقة أستاذ نهاد، هذا جانب. جانب آخر طبعا هناك فكرة من الكابتن صبار خميس، هو الراعي الرسمي لهاي المباراة الكرنفالية الودية التي طرفي المباراة فريق النجوم بالزي الأصفر وأيضا فريق الأبيض اللي هو فريق الأنيق بقيادة الكابتن صبار خميس. مباراة ودية استذكارية للمرحوم الكابتن مصطفى سعدون الله يرحمه، هذا الرجل اللي حقيقة أطلق عليه لقب سفير الإنسانية، حارس مرمى نادي النفط وأيضا مثل نادي الكهرباء وأيضا الأولمب العراقي والمنتخب الأول، ويستاهل مصطفى، وهذا فشي قليل نقدمه الكابتن مصطفى. نعم أيضا سمعنا نجوم المنتخب السابق، وكذلك أيضا سمعنا مهاجم منتخبنا الوطني مهند علي ميمي، وأيضا نجوم نادي النفط الرياضي. والله حقيقة كابتن مصطفى جاسم طبعا مدرب فريق الأمل وأيضا عضو باللجنة، استدعى حبيب جعفر وأيضا صاحب عباس محمد داود نجم منتخبنا الوطني، وإن شاء الله مهند ميمي إن شاء الله جاي بالطريق إن شاء الله. شكرا جزيلا كابتن. نعم كابتن مصطفى، أيضا كلمة من عندك لهذا الكرنفال الكبير. أنا أشكرك على ضيافتك وعلى جيتك على راسي، خليها على هاي الكرنفال القليل والله بحق مصطفى سعدون اللي يرفع راس العراق واللي يرفع راسنا واللي صاحبنا وأخونا، وأشكر هذا الجمهور، أشكر هاي العالم اللي جتي واللاعب والمنتخب زين، وإن شاء الله يعود علينا بالسلام جاء على ابن أبي طالب زين. هاي الكرنفال هذا قليل بحقه والله قليل. الكرنفال يعتبر الأول على الملعب الرسمي في جسر ديالة. نعم ناخذ رأيك بجميع الكرنفالات التي أقامت على ملاعب قضاء المدائن
والعاصمه الحبيبه بغداد. هذا الاول ان شاء الله الكرنفال راح يصير الاول ان شاء الله لهذا اللعب والمستوى والوعد المنتخب، حضور الوعد المنتخب والجمهور قليل بحق الكابتن مصطفى سعدون سفير الانسانيه زين لاعب المنتخب قليل بحقه هذا الكرنفال يسوي ايش كابتن. نقدر نقول هذا الكرنفال مركزي بما انه يمثل مسقط راس الكابتن الراحل مصطفى سعدون. نعم نعم خرج من هالمركز. نعم نعم الله يرحمه الله يرحمه. صحيح مركزي مركزي. احنا كقناه رياضيه نبارك لكم لجميع الأخوة العاملين والمنظمين وكذلك الفريقين وجميع رياضي حضر لهذا الكرنفال الكبير. أشكرك كابتن، أشكرك حبيب كابتن، سنة زحمة عليك. نعم أحبة المشاهدين والمتابعين لا نبقوا معنا ومشاهدة ملخص كامل عن هذا الكرنفال الكبير. حاتم ملكت يقعد حاتم الكت يقعد حاتم الكت يقعد حاتم الكت يقعد حاتم ملك اول خبر دمعاتي على قد ضحك بعمره يمدي بلكي حسيني حرفه هناك خادم موكب ويقيل ليري حاتو بلكات يقعد حاتو حاتو بلكات يقعد حاتو يا رب ما مانح بس ترضى تحيشهم وتموت الفقرة يا رب ما مانح بس ترضى الظالم بصحي واحنا المرضى حاتم موتونا نبدالي وليدي نومون مجانا وخليقة حاتم بلكت يقعد حاتم حاتم ملكة يقعد ملكة يقعد الحاضر الأنيق في هذه الدقائق الأنيق وما أدراك
مرت الاخرى محمد داوود يسدد كره لكن انتظمت باحد اللاعبين. مرت الاخرى عادت محمد تحرك الكره لكن هي تحاول الان في هذه تخصصات
صبار خميس اللي له الدور الرئيسي في نجاح هذا الكرنفال الرياض مع لجنه قصر دياله. تنفيذ هذه الكره محمد، مره تروح محمد يسدد كره ولكن هي حارس المرمى علي نافله تصدى مره ضربه كبيره دفاعات فريق المميز فريق نيفو طلطه كره عند عبد الصالح منتظر مره تروح يلعب الكره في اي كان لكن الى خارج ارضيه الملعب. نهايه الشوط الاول بتقدم فريق النجوم بهدف واحد. استراحه قصيره ثم نعود. السلام عليكم أحبة المشاهدين والمتابعين، الآن معي الأستاذ خالد الركابي مدير مديرية الشباب والرياضة في العاصمة الحبيبة بغداد في الكرنفال الاستذكاري للمرحوم مصطفى سعدون المحمد والمقام على ملعب جسر ديالى الرئيسي. كلمة من عندكم لجميع الأخوة القائمين وهذه الشخصيات الرياضية والجماهيرية الحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذه الذكرى هي ذكرى حزينة على كل الرياضيين، افتقدنا بها اولا ابن جسر ديالى ولاعب المنتخب الاولمبي ولاعب نادي النفط الحارس مصطفى سعدون رحمه الله. لجنه شباب جسر ديالى مشكوره وعلى الاخ المتبرع الاخ صبار وكل الرواد وكل وجهاء المنطقه مشكوره لاحياء هكذا مهرجان لاحياء المرحوم مصطفى سعدون. حقيقة يعني لجنة شباب جسر ديالى مشكورة، والفرق الشعبية تدري يعني من فريقين مهمين في المنطقة وفريق النجوم فريق الأنيق لإحياء هكذا، وكان أحد لاعبيها أعتقد يعني وهم من عائلة رياضية، فهذا شيء قليل بحق المرحوم إن شاء الله، ونتمنى الموفقية لكل الرياضيين في هذه المنطقة وخاصة إلى نادي جسر ديالى الرياضي، وإن شاء الله أكو يعني تطور رياضي في هذه المنطقة بعد التفاته من قبل السيد النائب طه الدفاعي على هذه المنطقة رياضيا، حيث ترأس الرئيس الفخري نادي جسر ديالى أوعدنا بترميم النادي وبناء مسبح في مركز شباب جسر ديالى، وإن شاء الله تطور مهم لهذه المنطقة. شكرا لكل الاخوان، شكرا للشباب والرياضه في جسر ديالى. خالد الركابي مدير الشباب ورياضه بغداد الرصافه. شكرا جزيلا. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكل القائمين على هذا الكرنفال الجميل، اتمنى لهم كل التوفيق، شكرا لاصدقاء الراحل مصطفى سعدون، شكرا لعائله الراحل لحضورها، شكرا للجماهير الموجوده، اتمنى لهم التوفيق دائما. رايك يعني بهذا الكرنفال الذي اقام على ارضيه ملعب جسر ديالى؟ والله هي مو جديده عليهم رياضيين جسر ديالى، اتمنى لهم كل التوفيق، كرنفال جميل، دائما ما يبادرون بالمبادرات الجميله، اتمنى لهم كل التوفيق القائمين على هذا الكرنفال. جزيلاً. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نظمت لجنة شباب جسر ديالى المتمثلة بالكابتن ياس والكابتن خضير برع، ومشكور الأخ صبار اللي أقام هذا الكرنفال الجميل مناسبة، وهي مناسبة إليمة علينا، وهي فقدان الشاب سفير الإنسانية الكابتن مصطفى سعدون رحمه الله تعالى. ونحن لحد الآن الله شاهد ولي، يعني من نجيب سيرة مصطفى حتى يعني الحزن أكثر، حتى الدموع هم تنزل لأنه يعني مصطفى غالي علينا، وإحنا نشكر شباب جسر ديالى ونشكر كادركم ونشكر كل الناس اللي حضروا هذا الكرنفال الجميل، وأشكر شباب وأشكر منطقة جسر ديالى شباب شياب كلهم يحضرون المصطفى لأنه مصطفى يستاهل، وهذا أبسط شيء نقدمه الكابتن مصطفى الشيخ عدنان الدفاعي ممثل النائب طه الدفاعي. شكرا حبيبي. أهداف أريكة الأريكة ينجح
الفريق الان يخرج ويدخل جاسم محمد في هذه الدقائق. حسن حسن لاعب شباب الجيش كانتي خير بدل ما يغادر فريقه في هذه الكره. تنزيل حسن باسم في هذه الدقائق تحركوا عمليات المناولة للأقصر في اللقاء. روبن عاولون الكرة تنطلق. مصطفى شاكر حال من جهة اليسار الله على اختراق في هذه المرة مع علي خوشي. مصطفى مرة أخرى حال في هذه الدقائق عن الكرة هي السدد الله جميلة لكن مهند كانوا مرة أخرى جميلة جميلة في هذا اللقاء. مصطفى شاكر يلفت الأنظار في الملكية الجميع يترقب المحب يترقب على تنبيه مصطفى تلعب الكرة عدت في الاتفاعات عادت الآن لمصلحة نجوم تهديد الكرة لكن إلى الخارج إلى الخارج الملعب إلى حارس المرمى مهند كارو. مهند كارو في سرعة وانطلاق الكرة قرار علي إبدي و كل الجنود المجهولين في هذا اللقاء. باسم سوناري الله لكن برافو 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 الجميع الحاضر في هذا اللقاء علي إبدي.